نشوف مع بعض أهم الصور اللي في آخر الشبات اللي شرحناها أو راجعناها في موضوع التوكسيكولوجي الكروسيفز. الكروسيفز أو المواد الكوية اللي عندي، تمام، ده جدول هتفرق ما بين الأسيد وما بين البيز، تمام، والحاجات دي كلها، تمام. الانجيشن بتاع الكروسيف زي ما قلنا في النظر، ايه هي الحاجات اللي بيعمل لها انجيشن وايه هي الحاجات اللي ليها لوكال افكت بس. دي عندي صورة باريوم، تمام، دي باريوم صور وهو بيبلع الباريوم. انا صورت الاكس راي وده الاستركتشر اللي بيحصل عندي ككومبليكيشن للكروسيف بعد كده. ده الجريدنج بتاع الكروسيف على حسب لسه هنا جريد 1 ولا جريد 2 ولا 2 A و B و C، تمام. هم قسموهم 4 جريدز، تمام. طبعا الجريد رقم 4 ومعاه 3 لو في أعراض لازم أعمل لهم سيرجيكال، تمام، ريسكشن. طب لو واحد برضه حصل له انهيليشن للكروسيف، ده البالمونر اكسبوجر، ده الديرمال اكسبوجر، واخدوه قبل كده في الفورنسيك مع الفيزيكال انجريز. ده الكيميكال بيرن، تمام، لو حصل عندي بيرن في الكروسيف للاي وي الاوباسيتي اللي هتحصل بسبب ده. اشكال الباتون بيتريز اللي ممكن الشخص يبلعها. ده الكربوليك اسيد او الفينيك او الفينول، وفي ازاز كده في قبل كده كانت زمان بتستخدمها في التنظيف غير دي. ده الاوكزاليك اسيد، تمام. الاتروبين، تمام. الاتروبين الصورة اللي فيها تروبين سلفيت او الميتوفين، تمام. دي شكل الادوية، دي البلادونة، تروبا بلادونة، ده اللي علينا في العالم. ده التورة، ده ده الاسترون ابل، تمام، او الابل الفايزوستيجمين، تمام. احنا شرحنا الحاجات دي في العمل، تمام. لا سرون ابلز، تمام، سرون الفايزوستيجمين ده الانتيدوت بتاعه، ده الصورة بتاعته. هيدروكربونز زي الكيريوسين، ده الجاز الابيض اللي بيستخدم في الحاجات الدفايات اللي هي بتشتغل بالجاز الكيريوسين. التولين اللي هو اشهر حاجات اللي هي الكولا اللي الناس بيشموها او الاطفال بيشموها، تمام. دي الصور برضه نبص على اهم الصور اللي في التوكسيك جازز معايا. كربون مونوكسيد بيسموه السايلنت كيلر، وقلنا ليه، والاعراض بتاعته شبه عندي الفلو لايك سيمتوم. انا ده بقى الهايبر باريك اوكسجين، الجهاز اللي بيتحط فيه ويديله 100% اوكسجين ساتوريشن تحت ضغط عالي، تمام. وطبعا يكون بره عشان يسمع او بيتابع الطبيب من جوه مع المريض من جوه، علشان لو حصل اي اعراض ولا حاجه يبلغ الطبيب بيه. سيانات توكسيستي، تمام، الأعراض بتاعته. ده السيانات سكيتس اللي لازم يكون في أي حد تبع المخابرات هيقبض على جاسوس ولا حاجة لازم يروح معاه الكيت ده، تمام. هيدروجين سلفات الغاز بتاعه، ده الأنابيب بتاعته. ده التير جاز، تمام، الغاز المسيل للدموع. الهيفي ميتالز الليد على رأسهم بيأثر على المالتيبل اورجان، وكل توكسين ليه سيلكتيف اورجان بيشتغل عليه. ده شكل البلامبيزم، تمام، الليد لاين، تمام، وده الليد لاين بتاع البونز، تمام. ده الريست والفيت دروب، تمام، اللي بيحصل بسبب النيورو توكسيستي بتاعت الليد. ايرن توكسيستي مشهور جدا. الديفوركزامين ده شكل الانتيدوت بتاع الايرون توكسيست. ميركوري، تمام، فورمز بتاعته سواء كان ليكويد عندي او كلورايد سولتس او سينيبارز، تمام، سينيبار ميركوريك انتيدوت. ده بالنسبة طبعا احنا الصور بتاعة التوكسيكولوجي مش مهمة جدا، يعني لان الصور لا هي مش صور الادوية او حاجات، بس احنا بنوضح ده الالكحولز عشان يغنينا عن كأننا في السنتر. يعني الايثانول ده البراندي، تمام، الميثانول اللي هو زي ما قلنا السبيرتو الاحمر، والانتيدوت الفيموبريزين. قلنا الامبول الواحد ده سمعت ان هو مثلا من 10,000 دولار ل 15,000 دولار بازول. سوائلين الكول اللي احنا قلنا برضو بيستخدم في الثلاجات وكده. الدسفليرام، تمام، اللي هو الانتابيوس، تمام، اللي بيستخدم في علاج الادمان. كده الصور تقريبا بتاعت الشباتر دي كلها قلناها، تمام. نبص على أسئلة النظري اللي فيها تقسيمة اللي عندي in general. أول حاجة الفاكتور affecting severity،
خلي بالنا منها. الفيزز ده سؤال مهم، ممكن ننزل ريتم ب5 درجات. الفيزز بتاعت الكروسيف، كروسيف ايه هي؟ كروسيف اللي لها لوكال اكشن. تمام، احنا مختلفين شوية عن ترتيب البنات، بعد كده هنخليه زيه بالظبط في الشرح. تمام، الاكشن بتاعه الكومبليكيشن دي مهمة. الكومبليكيشن عندي بتاعت الكروسيف مهمة جدا، كومبليكيشن. و تريتمنت مهم جدا، التريتمنت بتاع الكروسيف برضه مهم جدا. الانهاليشن والسكين والاي ده اسئله ام سي كيو. فاتن بطري برضه مش مهم. الجداول دي مهمه جدا، سواء الكربوليك اسيد او الاوكزاليك اسيد، من الحاجات المهمه بينزل فيها اسئله ام سي كيو، بينزل فيها اسئله ريتنج ككلينيكال بيكتشر، كتريتمنت او مانجمنت ليه. تمام، ده شابتر الكروسيف. الأورجانو فوسفورس كومباوند اتقال في قبل كده. البلانت بويزنينج أو الألكالويدز على رأسهم الأتروبين. الأتروبين من الحاجات المهمة جدا معايا. تمام، نركز على الكلينيكال بيكتشر بتاعتها سواء بريفرال أو سنترال، ونركز على التريتمنت بتاع الأتروبين. الإيرجوتس خاص بالبنات يركزوا عليه سواء في كلينيكال بيكتشر او يركز على موضوع الايربوتيزم عشان اسئله الام سي كيو. الاكنوتين خاص بالبنات برضو يركزوا عليه. تمام، الانتي هيستامينيك اسئله ام سي كيو ما فيهوش اي مشكله. الهيدروكربون سؤال الكيروسين مهم جدا عند البنين، مهم في الكلينيكال بيكتشر بتاعته خاصه البلموناري، والتريتمنت بتاعه مهم جدا. فكلينيكال بيكتشر والتريتمنت. الفولاتايل ابيوز، الفولاتايل ابيوز تمام معاها الالكحولز. تمام، القسم بيعتبر ان الالكحولز تحت عنوان الفولاتايل ابيوز. التولين برضه نخلي بالنا من السادن سنيفنج سندروم علشان اسئله الام سي كيو. خلصنا السلسلية والحاجات دي قبل كده. التوكسيك جاز، التوكسيك جاز من الحاجات المهمة برضو، سواء الكربون مونوكسيد أهم واحد فيهم بيسموه السايلنت كيلر. تمام، وهي العامل اللي بيأثر بيها علينا. تمام، والباسو في السيرج بتاعه خلي بالنا منه. وبرضو نخلي بالنا يا شباب من إيه ده، اللي كان البيكتشر بتاعته مهم جدا. نخلي بالنا من التشيرد والكوتينيوس فولي. تمام، الديلايد نيوروسايكاتريك سيكونس من الحاجات المهمة جدا برضو، والتريتمنت برضه من الحاجات المهمة. فكلينيكال بيكتشر تريتمنت. وسؤال مهم جدا 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 عند البنين بينزل ليهم وموجود في عين شمس، بس الديفرنشال دايجنوزز بتاع الكربون مونوكسيد بويزنينج. السيانايد مهم برضه ان انت تعرف عشان الام سي كيو ان هو بيعمل لي ايه ريفيرسابل انهبيشن. كلينيكال بيكتشر اللي قدامك برضه مهم، تركز برضه على الحاجات اللي بنلونها علشان اسئله الام سي كيو الريحة بتاعته أو بيعمل لي تشير ريد سكين. تركز على التريتمنتس، تركز إن الأنتيدوت بتاعه هو السيانات كيتس. جاست بس تعرف إن السيانات كيتس بتركب من 3 مركبات دول. تمام، عرفت تفهم الأكشن بتاعه بيشتغل إزاي؟ كان بقى ما عرفتش خلاص ما يكبرش. هيدروجين سلفايد مهم نزل عند البنين قبل كده كلينيكال بيكتشر بتاعته أو التريتمنت بتاعه. تمام، التير جاز مش مهم خالص. الهيفي ميتالز من الحاجات المهمة. الهيفي ميتالز الجنرال كاركترز في الأول بتقراه عشان تفهم الدنيا ماشية ازاي. الليد من الحاجات المهمة، أهم ما فيه موضوع البلومبيز. تمام، موضوع البلومبيز من الحاجات المهمة معايا في الحاجات دي. تركز على حاجات الام سي كيو اللي احنا نبهنا عليها في الشرح واحنا بنتكلم على البورت، الليد لاين والبلو لاين بتاع الجامس والحاجات دي. الأكوت توكسيستي مش مهم زي الكورونيك توكسيستي. التريتمنت نركز بقى على الكليتورس، لو مذاكرين الجنرال كويس هنبقى فاهمين الكليتورس. الايرن برضو مهم في الكلينيكال بيكتشر، قلت لك اي كلينيكال بيكتشر متقسمه ستيجز مهم جدا معايا تعرفها. تمام، واحنا شرحناه. والتريتمنت بتاعه من الحاجات المهمه جدا، والانتيدوت بتاعه من الحاجات المهمه جدا. الميركوري مش بنفس اهميه الليد ولا الايرن. تمام، تعرفه برضو عشان نزلك في سؤال ام سي كيو كده، برضه شرحناه في جدول يسهل علينا طريقة الحفظ بتاعه.
والميركوريليزم تمام، الكولونوكتوكسيستي، الارزينيك خاص بالبنات. ومن الحاجات اللي نزلت فيهم السنة اللي فاتت عشان انا لسه القسم شرحته فلازم تذاكروه كويس لو هتشرحه تاني السنة دي، تمام. نركز على الكلينيكال بيكتشر بتاعته، نركز على التريتمنت بتاعه، تمام. كده كده خلصنا الجنرال توكسيكولوجي. لسه الالكحولز معايا، النسايل الكحول، الايثانول. نركز على الكلينيكال بيكتشر بتاعته ونبقى فاهمين المقدمة اللي احنا شرحناها، تمام. نركز على الكلينيكال ميكشر، نركز على التريتمنت. الميثايل الكحول اهم واحد فيهم، الميثايل الكحول او الميثانول من الحاجات المهمه. نركز اهم سؤال يقول لك ليه هو مور دينجرس زي الايثانول، تعرفه. والكلينيكال بيكتشر بتاعته مهم بتنزل، ومهم فيه التريتمنت بتاعه، مهم جدا 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 التريتمنت بتاع الميثانول عشان انت هتشوف هو هتتعرض ليه في حياتك. السايلين جلايكول مش بنفس اهميتهم، نزل سنه قبل كده كلينيكال بيكتشر او تريتمنت. الالكوهول ديبندنس برضه تبع الحاجات بتاعه الادمان، بس احنا قعدنا ترتيبها هنا تبع الشابتر عشان تكون معايا وتكون افضل هنا، تمام. نركز على الكرونيك توكسيستي، نركز على البيرنكس كيفالوسي، كوراسكوفسكي سندروم، نركز على الديليريوم تريمينز، تمام. من الحاجات المهمه ونخلي بالنا منها. بالتوفيق كده يا شباب، أتمنى تكون المراجعة كانت كافية ووافية وتفيدكم إن شاء الله، وربنا معاكم.